وين شوت في دايود قلنا هاي فريكونسي ابلكيشنز ات ديجيتال كمبيوتر وهاي سبيد تي تي ال. تي تي ال شنو يعني؟ Time to live. time to live هذاك بالشبكات مو بالالكترونيك. هاي ترانزستور، ترانزستور لوجيك هاي بالدوائر اللوجيك اللي تستخدم بعدة تطبيقات. وبعد اذا اكو ترانزستور، ترانزستور اكو سيموس لوجيك. فنشوف انه كل الدوائر السريعة لازم يستخدم بها الشوتكي دايود، لأن قلنا هو الريكفري والفولتج مالته سريعة. ليش؟ لأن وصلنا بالترددات بالجيجا، فهاي الفولتية من تصعد من 0 إلى 0.6 يلا يشتغل الدايود. هاي كلها وقت محسوب، فما يخدمني الدايود العادي، بينما شوتكي دايود قلنا كلش قليلة الفولتية مالته، من 0.15 ممكن يشتغل، فيكون استخدامه مفضل بهيجي أجهزة. والنوع الأخير هو التنل دايود. هذا يعتمد على ظاهرة الكوانتم ميكانيزم افكتس. يكون تطبيقاته أيضا هو يمتاز بالسرعة العالية، و عمله ويا الترددات الميكروويفية اللي تكون عادة الدايودات يعني تزيد بها المشاكل. إذا استخدمنا الدايودات العادية يصير ديستورشن بالإشارة، يصير قطع مثلا إذا زاد التردد أو تغير ما يستجيب بسرعة الدايود العادي. بينما التنل دايود لا، عنده إمكانية يستجيب ويا هاي التغييرات. هاي الأسماء الشوتكي تنل ال اي دي تعتمد على كمية ال impurity، إذا تعرفوا شنو impurity، الشوائب اللي تدخل في تصنيع السيليكون والسيمي كوندكتر بصورة عامة. هنا يا اما يسوي عدة طبقات، يا اما يسوي طبقة واحدة ويزيدون الشوائب بها، بحيث هي الشوائب شنو؟ إضافة ذرات أو جزيئات للسيليكون، من خلالها تنتج لي ديفايس ذو خصائص معينة. فهاي يعني الفكرة مال الدايودات، إنه كله هو سيمي كوندكتر السيليكون، بس المشكلة إنه شلون أضيف أو كمية الإضافة اللي أحطها ويا السيليكون بحيث يطلع عندي فد كومبوننت معين أرغب في التطبيقات مالته في دوائر خاصة. التنل دايود أيضا قلنا بما أنه هو هاي سبيد أكيد، فبالدوائر السريعة مثل الكمبيوتر، التلفزيونات الحديثة، الكوميونيكيشن، حتى الفايبر كوميونيكيشن، التطبيقات النووية، الكنترولات مالتها أيضا يعني لازم بالمايكرو سكند عندي الاستجابة، الساتلايت، بمختلف التطبيقات يعني الدوائر الإلكترونية. لهنا خلصنا المحاضرة الأولى، هسه